جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أوقات كثيرة يحضر وقت الصلاة وأنا أكون مشغولة بأعمال منزلية وأتأخر عن الصلاة وأصليها في نصف وقتها أو في آخره، هل عملي صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لأن الصلاة تصح في أي جزء من وقتها الذي حدده الله لها، ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، لما فيه من المسارعة إلى الخيرات ولما فيه من المبادرة للعوارض التي تحصل. الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، وإذا كان الإنسان في شغل فلا بأس أن يؤخر الصلاة إلى منتصف وقتها أو إلى آخر وقتها، لأن الوقت متسع والحمد لله.